مرحبا بكم حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله راح نديرو دي ميني تارتلات فاغيي، يعني نديروهم شحال من نوع بعجينة طبعا واحدة. فاول حاجة نحضروها راح نحضرو العجينة. فواش نحتاجو في لاباتا نتاعنا؟ اول حاجة برك ملاحظة، انا راح نديرها برك في البترا. هنايا لابيس اللي راح نستعملها هي هذه اللي تخلط. راح نحضر لاباط بغيزي الخاصة بالتختولات والمتكونة من 125 غرام نتاع زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة، مغرف صغيرة نتاع لافاني، قرصة نتاع ملح، 35 غرام تاع لوز بودرة، 70 غرام تاع مايزينا نشاء الذرة، 110 غرامات تاع سكر غلاس، وأخيرا 250 غرام تاع فارينة. والان واش ندير؟ راح نخلط تاع كل المكونات مع بعضها حتى يعني الفارينه تترمل، ومن بعد عاد نلمو لاباط نتاعنا بيضه وصفار نتاع بيضه. اذا لاحظوا كيف مش الخليط ترمل، الان راح نلمو كما قلت لكم ببيضه وصفار نتاع بيضه. خلطتهم مع بعضهم كما شفتوا، والان راح نخليها تخلط حتى تتلم لاباط. اذا ها هي لاباط نتاعي تلمت كما راكم تلاحظوا، راح نحيها من الوعاء. اذا ها هي راح نديرها في بابي فيلم ونحطها شويه تريح في الثلاجة واحد الربع ساعة قبل ما نبدأ نخدم بيها. البنات في لوطون لي لاباط نتاعنا قاعدة تريح، هنا راح نبداو نحيو علينا لي كخيم لي راح نحشيو بهم لي فون دو طارت. اول حاجة يعني لي تحتاج الوقت هي الغاناش، راح ندير غاناش او شوكولا بالحليب. فواش نحتاج هنايا؟ عندي 100 غرام شوكولا بالحليب، شوفوا كيفاش قطعتها صغيره خلاص. في نفس الوقت البنات هنا راح نحط 100 غرام تاع كريمه سائله، راح نحطها تسخن على نار هاديه حتى توصل الى درجه الغليان، ونكون وجدنا 20 غرام نتاع زبده. اذا نفرخها هي هكاك سخونه على الشوكولا ونخلط بسرعة حتى تذوب. والآن بعد ما ذابت الشوكولا في هذه الأثناء نضيف هذيك الزبدة. برك البنات إذا ما حبتش تذوب لكم عاودوا رجعوها فوق حمام مائي برك حتى نذوب. فوالا البنات، الان واش ندير؟ راح نغطي الغاناش. اذا كان عندكم الوقت خلوه يعني ساعات، واحد ربع ولا خمس ساعات في الثلاجه من تحت. اذا كنتوا يعني شويه هكا مزروبين كما انا فحطوه في الثلاجه او في المجمد عفوا مده ساعه. دوك راح نغطيه ونخليه في المجمد مده ساعه حتى تتماسك الكريمه. البنات هنا خرجت لاباط من الثلاجة بعد ما ريحت، وهنا بديت نشكلها في القوالب. انا نحب نشكل كيما هكا معناها بلا ما نضل نفتح لاباط و معناها ونطبعها، فنشكل ديريكتومون هكا اللي نكملهم في دقيقة. راح نكملهم ونرجع لكم. اذا البنات بعد ما ابليكيت لاباط في هاد لي ميني مول، راح نطيبهم في فرن مسخن مسبقا على 180 درجة حتى ياخذوا لون ذهبي ونرجع لكم. والان البنات راح نحضروا كريمة الليمون في كسرونة. راح نحط 100 مليلتر عصير الليمون، او تقدروا ديروا 80 مليلتر عصير الليمون و20 مليلتر من الماء.
نضيف له 100 مليلتر، 100 غرام عفوا نتاع سكر حرس، 10 غرامات نتاع نشا، وصفار نتاع بيضة. نخلط بارد في بارد ونحطها فوق نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى تعقد الكريمة. هنا بعد ما عقدت نضيف 40 غرام نتاع الزبدة ونحرك بسرعة. وباش نطيق شوية اللون تاع الكريمة راح نحط القليل من لابات داغون نتاع الليمون. حركة هكا بسرعة. هنا في كسرونة عندي 20 غرام نتاع سكر، راح نحطو يدوب حتى يولي كراميل، نكون موجدة 100 مليلتر نتاع كريمة سائلة. اذا البنات بعد ما دافت السكر ولا كراميل راح نضيف كما قلت لكم 100 غرام تاع كريمه سائله. النار تكون متوسطه وراح نبقاو نحركو في هذيك الكريمه حتى نتاكدوا بلي هذاك الكراميل داب كليا، يعني ما بقاش حتى اثر فيه. هنا البنات راني موجده زوج نتاع صفار بيض، راح نبدا نضيف هذيك الكريمه السائلة وهي هكاك سخونة ونخلط. بهذا الشكل بسرعة. نعود نرشحها للكسرونة. ندير لها قرصة تاع ملح ونرشحها فوق النار ونخلطو حتى تبدا دير فقاعة تاع الغليان نحيوها. هنا درت ورقة نتاع جيلاتين وزن 3 غرام، حطيتها في ما بارد حتى رطابت، ما بارد جدا. ومن بعد لما نحيت الكسرونه من فوق النار عصرتها جيدا وضفتها للخليط كما راكم تلاحظوا، ونحركو هكا بسرعه. جبت هذا المول تاع السيليكون تاع نصف كره وراح نبدا نعمر. اذا ندخل القالب تاعي للمجمد على الاقل ساعه باش تتماسك هذيك الكريمه وتاخذ لنا شكل المول. نجيو اخواتي للمونتاج نتاع لي ميني طارتيلات. هنا في لابوش عدوي حطيت كريمه الليمون بعد ما تماسكت في الثلاجه وتخلطتها، اختصرت فقط المرحله عليكم وحطيتها في لابوش عدوي. والان راح نعمر بهذا الشكل، راح ندير 6 وحدات نعمرهم بالكريمه. هنا ها هو الكاناش شوكولا، تاكدت منه باللي جمد. الان راح نخفقه بالباتور باش يزيد يخفف اكثر، ومن بعد نديره في لابوش هادوي ونزيد نعمر قسم اخر من لي فون دو تارت. اذا لاحظوا بعد ما خفقت الكاناش وعاود التطلق، هنا نجيب لي فون دو تارت ونعمرهم بهذا الشكل. راح نعمر 6 في الحقيقة، عمرت 7 لأنه عندي حبة زايدين، وراح نزين من الفوق بأنصاف نتاع جوز. بهذه الطريقة
نزيد من نفس القناش، نحط القليل فقط منه في القاعدة تاع 6 وحدات اخرين. بهذا الشكل، وهذاك الكراميل اللي حطيته في المول نلصقه بهذا الشكل من الفوق بهذه الطريقه. اذا ها هو هنا، جست نعقبه بالموس، دقيقه فقط، نعقبه بالموس هكا على الاطراف. ونديمو ليوه بكل سهولة. لاحظوا، ونديرو من الفوق في الطرطيلات. والآن دخلهم في الثلاجة لطن لنوجد كريمات الباتيسير، أو بالأحرى كريمات الدبلومات اللي راح نكمل نحشي بها باقي الطرطيلات. هنا البنات كريمة الباتيسيير راح نخلي لكم الوصفة نتاعها في التعليق المثبت، حاولت نختصر لكم شوية باش ما يجيش الفيديو بزاف طويل ولا نحضر فيه كل شيء. اما كريمة الشونتي فدرت نص كاس تاع بودرة الشونتي مع نص كاس ناقص اندوا، نص كاس ناقص اندوا تاع حليب طلعتها مع بعضهم. الان واش ندير؟ راح نخلط هذه مع هذه باش نتحصلوا على كريمة الدبلومات. حطيت القليل منها في لابوش هادوي هذه الدائريه، وراح نعمر 6 كذلك. هكا، وجبت الفريز وراح نزين بهذه الطريقه. من الفوق نزينهم بحبة تاع فريز. زدت حطيت باقي الكريمة في هاد لابوش هادوي بهاد لادوي المسننة، ونزين بهاد الطريقة. هنا راح نديرها جوغ بارتولات فخوي، وراح نزين على الاطراف بانصاف تاع كيوي. هكا انصاف تاع عنب، هنا البنات عندي شويه نتاع بيستاش كما راكم تلاحظوا ريحته شويه خشين، وصيرته يعني بحطت هذيك البودره باسكو كي نرحيوه دير البودره ثاني تاعو. فهنا صيرته او صفيته، وهذيك الجهه اللي بقات فارغه راح نزينوها بالبيستاش بهذه الطريقه. نسيو كامله هاك نزينوها بالبيستاش. على فكره لاباط هذه ما فيهاش تخميره، لاباط بريزي راهي تجي كروستيونت، يعني تجي مقرمشه باسكو فيها بودره اللوز، باش تكونوا على بالكم. اذا حبيتوها تجي هشه في بلاصه مش ديروا الزيت، ديروا 2 مغارف كبار نتاع الزيت وضيفوا الخميره، يعني ديروا على راس المغرف شويه نتاع خميره. حبيت بات نهضر الملاحظه هذه باش ما تقولوش صار جات لاباط كروسيونت. لاباط بريزي راهي ماشي كيما لاباط سابلي. اذا نكمل نزين هادوك، بقاو لي بعض الخطوات البسيطه. هنا راح نحضر ميرينغ، راح نوزن بياض تاع بيضه، الضعف نتاعها نديرو سكر ونطلعهم على شكل ميرينغ. ها هو الميرينغ حبيباتي، بعد ما طلعته نعاود لكم. وزنت بياض تاع بيضه جاني 30 غرام،
اها وزنت طلعته الساعه مع قرصه ملح، ومن بعد بديت نضيف 60 غرام، يعني ضعف وزن البيض، 60 غرام يا البنات انت سكر. نضيف فيهم تدريجيا وانا نطلع وانا نطلع وانا نطلع حتى تقال الميرينغ نتاعي وتشكل معايا بيك دوازو. ولما تكونوا طلعوا في الميرينغ تاعكم طلعوه فوق حمام مائي باش يتعقم هذاك بياض البيض ونجيغي يطيب نوعا ما. ودرك جبت الشاليمو و نديرو نحمرو. نزيد نديرهم هما في الكيسات باسكو درت الاخرين اللي كملتهم هكا. شوفوا حبوباتي بالنسبه لهادي طرت فخاز، هنا عندي مغرف كبيره تاع لاجولي. هذه المغرف الكبيره تاع لاجولي واش ندير لها؟ نزيد لها القليل من لاباط داغوم نتاع الفراز. بالنسبه لاباط داغوم تلقاو كامل لي داغوم عند لغوا دومبالاج في سكيكدا بحدا لاجونس تاع موبيليز، راه يبيع كامل لي زاغوم ويبيع بكونتيتي صغيره اللي تحب يعني تشري. راح نسخنها فوق النار نخليها تدفى شويه باش نلمع لي طارتولات نتاعي من الفوق. اذا شوفوا يا البنات لما ندير فيها كيفاش تعود. الان راح نبدا نلمع من الفوق. لما تشوفوا هاك الفيديو راح يبان لكم بلي كلش ساهل وفات ليه ليه، وفي الحقيقه انا حكمت معاهم تقريبا نهار كامل مع الخدمة تاع الدار مع الخدمة تاع برا راكم تعرفوا. اذا نزين ونلمع من فوق بهذه الطريقة. انا ندير لكم حبة برك هكا على الكاميرا ومن بعد نكمل يعني في الكواليس الباقي. سيبك هاك ما نكترش بزاف باش ما يهبطش على الاطراف نتاع لاباط غير هكا. الو راح نكمل الباقيين ونرجع لكم. قلنا اخواتي اخر تزيين، هنا خديت شوكولا اتارتيني شوكولا طلي اي ماركه عندكم، وتقدروا تذوبوا شوكولا عاديه. ومن بعد في لي دوم هذوك تاع الكراميل درت على جنب هاد الخطوط نتاع الشوكولا. من بعد البنات عندي هاد الكريات نتاع الشوكولا الصغيره هذه، شريت فقط بالميزان كميه قليله، شريت جست برك ب 10000 هذه بالنسبه تاع الخارج. ومن بعد خديت هذه تاع بلادنا جاي الحجم تاعها اكبر وزدت درت منها بهاد الطريقه. طبعا حبوباتي يبقى التزيين اختياري. الان راح نكمل كامل نحطهم في الكيسات ونرجع لكم على النتيجه النهائيه ان شاء الله. وصلنا حبيباتي الى نهايه الفيديو. كما شفتوا فيديو مليء بالافكار، وكما شفتوا النتيجه ولا اروع، يجيو بريزونطابل ويجيو في اللوغو تاعهم بزاف بنين. كل المقادير وكل يعني فيما يخص الوصفه راح ان شاء الله نكتبها لكم في صندوق الوصف او في التعليق المتبدل، دوك نشوف كيفاش ندير. المهم البنات اذا عجبكم الفيديو بارطاجيوه ماكسيموم، كذلك ما تنساوش تابعوني على الانستغرام، حسابي في الانستغرام ساره كويزين سكي. وهذه هي الوصفه جات ما شاء الله. إذن حبيباتي نلتقي في فيديو لاحق وأفكار متنوعة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.